شكرا شكرا. السلام عليكم وعواش المباركة. أول حاجة غادي نترحمو على داك الفنان تاع تقادة عمر دخوش رحمة الله عليه. فلهذا نعطيو واحد دقيقة نترحمو. كما هي ليلة الجمعة نترحموا على هذا الفنان عمر دخوش ونترحموا على والدينا أورتوغادا. ليلة الجمعة فرحوا ترحموا على والديكم على ربي. ليلة الجمعة ترحموا على والديكم على ربي. إوا هادشي اللي كاين الله يوسع عليه الله يوصلوا لهيه الفوق. إوا لكل نفس ذائقة الموت. راهم الفنانة ديالنا واحد بواحد يمشيو. إوا فينا هما دوك ولاد الحي محمدي. تنشوف اليوم الدنيا خاوية ولكن شي ديال كورونا ممنوع عليهم باش يحضرو معنياش. فلهذا قبل ما نطول معاكم في الهضرة أول حاجة غادي نتكلمو اليوم على والو كما القاعدة. وكتري ليد الخميس ليد الخميس ما خصناش هذا ما والو. دابا اسمحوا لي نطفي هذا. اليوم عندنا البرد بزاف البرد بزاف داكشي علاش خليت هذا السخونيه. واحنا سيدي هنايا خصنا نبينا باش الناس يشوفوها يعرفوا بان واخا يكون الثلج والبرد ديما الحالين. معليناش فاش كنا كنا هنايا هنا اول حاجه كل حاجه عندها الوقت ديالها فهمتي.
فلهذا هادو التكات كانوا جو واقيلا الانجليز ولكن ما مشيتش انا نشوفهم. كان دري صاحبي واقيلا داهم للبرلمان ولا شي تسالى بهم، كنا ما الا ما قعد انا عقل فهمتي. بسم الله الاخوان، بسم الله بسم الله بسم الله. وما عليه اسم الله فهو حلال. خدنا المغاربة كما قلت لكم اليوم ما غاديش ندير تنشوف اليوم هذاك الشيء المعقل اللي انت نشوف داك اسمه داك الدري ديال برلين هذا باش ما كيدور في عباد الله الايام. يعني اليوم دار لي هذيك اسمها الفيلالي هذيك ميستيك ميغ هذيك اللي كاينه في هونغ كونغ دار فيها قال لي انت ماشي هذه ماشي هذه انت غتدير هذه، ولكن حتى هي ما صبر فين مشيت طلب اللجوء غير في هونغ كونغ. اوكي ملي كانت هونغ كونغ اللي نقالزها واخا، ولكن دابا هونغ كونغ راه شينوا ما عليناش دار فيها اليوم هذاك ديال برلين واش تبقى باكي يدور في عباد الله وباك تيحرش في هذاك اسمو هذاك الميجيت ديال ماروك نيوز لاين. قال لي مالك، قال لي قام عرضوا عليك تمشي للندوه الصحفيه اللي غتكون نهار الجمعه الجايه، ولكن انا ما فهمتش دابا قالك دايرين قالك غيديروا الندوه الصحفيه في معرض الثقافه ولا دار الصحافه ولا ماشي قدام لاكار ديال اسمو لاكار ديال رابا رابا فيل تما غيديروها تما غيديروا الندوه الصحفيه غيديروا مع 10 هي يلاه باش يقدوا الميكروفونات ويلاه باش يتسجلوا الصحفيين شي غادي الحق صلاة الجمعة إوا بحقا غادي نمشي نصلي باش يبينو لينا حنا بأنهم مسلمين الصلاة في وقتها باش عارف النفاق لا قدو إوا علاش مايديروهاش من بعد صلاة الجمعة ولا يديروها فهمتي مالهم زربانين غادي من بعد صلاة الجمعة قولي غنمشي ناكلو كسكتو شتي ندوة صحافية ودابا هذاك المغربي ببرلين تيقول لاخر علاش ما عرضوش عليك تحضر في الندوة الصحافية وانت كاع معاش ما هذيك اسما هذيك صاحبتك باطمة مالتي ما عرضاش على تشوف تي في وما عرضاش على ياك حبسوهم شتي لا بغيت تكريتيكي مزيان خصك تكريتيكي شوية فين مودريشن ماشي دير لنا غير اللي بغيت تقول لنا نتايا باش نصنتو لك. ايوا دابا انت كل نهار تدور في واحد فهمتي ها مارتي نتا تجي نوبتي هنايا ما عليناش فهمتي فحنا انا مستعدين ما عليناش كيما خرجت ايوا دابا هذاك هذيك النهار هذاك تحفه قال لهم اللي يعطيكم طوموبيله المارتي اللي اسمه هو وديك اسمها هذيك سمعتي اسي اسمي لطفي مروان لطفي تسمع ديك الطوموبيله اللي تحفه قالك بيعطيها لك المدمس المدمس وديك اسمها الاستاذه هي وقال لك واش طوموبيل هما يسحبوا يعطيهم ديك سوزوكي ويخرج لهم سازوكي ناري 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 خرج لهم سازوكي طلع لهم من اسبانيا اي واش شوف المشكل دابا احنا ما كنتش متبع لك ديك اسمو هذا الموضوع ديال اللي امل بوزراتا امل بوسا ما عرفت امل بوسعاد وما شي يقولوا ديك اللي كنت تعيش في سيبرس هذيك دابا هذوك الديور اللي شفتيهم على الديور اللي ساكنه فيهم هذوك الديور ديال اللاجئين فهمتي ولكن يمكنش تدخل سايبروس ما عندكش الفيزا اوروبيا ها شينيغن هادي اولا اش يديروا حتى تركيا مفتوحه تيمشوا لتركيا وتيقطعوا ويدخلوا لسايبروس تركيا حد سايبروس تقسمت في الحرب ديال السبعينات مع داك غريفاس داك الارشي بيشوب داك الدياني الدكتور شي حاجه لهداك نط في حرب تما ايوا الترك صحاح يقسموا البلاد قسموها تقسمت البلاد وهذيك تسمى ترك هذيك الناحيه هذيك يمكن تدخل لها بلا فيزا اذا كنتي دخلتي لتركي حتى تسمى تابع لتركيا تيمشيو ليها ويجيو وقال مشات تما وعلى ما ظهر ليا باقي لا كاين شي تخربيق تما باش يدخلوها للجهه الاخرى فهمتي ما نعرف ايوا قال هي واحدة تما هذا مشى عندها تما هذا اسمه هذا هي هما تتحبوا غير مسيطروا ليها طوموبيله سوزوكي هما مسيطروا ليها سوزوكي مشى تما
قال لك عارفه فين تسكن؟ ايوا مسكينه تعيش قال مريض مريض عقليا. قلت لهم عندي هليكوبتر نقدر نشوف ديك العماره فين ساكنه، ما بعد لا هليكوبتر لا والو، دار ديال الناس، هذيك الديور ديال اسمو ديال اسمو ديال الجمعيات، الجمعيات الشركات. وهي ما قال الحين ما تقولش راسها بان جمعيه، تقول هي منظمه بحال يونيسكو ولا يونايتد نيشن. خلي نبعد نشرب الاول عاد نتكلم معاكم. مشى لها سوزوكي، مشى الطوموبيله، بنادم اسمه سوزوكي، مشى لها تما. قال لها اليوم عاد 9 الليل في اسبانيا، ما عرفتش شحال الساعه دابا في اسبانيا. قال لها مع 9 الليل غادي يعمل لايف وغادي يورينا الريسيبو ديال ديك الروسي ديال القهوه. كاد هي ولدها كادو الدجاج مع البطاطا فريتاس. سمعتي قال لك 11 دولار. معليش هادي دابا هادي اسمها امل المساعده، الدكتوره بغيت انا غير دكتور هي على الاقل الدكتوره. فهمتي هادشي اللي كنا نقول لك. دابا هادي دابا هادي واقيلا صافي هادي خرقبوا عليها قريبا. وداك السي لطفي مروان تيقول لهم بان ديك المغربيه وطنيه، ماشي مغربيه وطن تحمل في، لا من لا هي مغربيه وطنيه وحده كانت بالحبس حمقاء حتى هي بحال الدكتوره. يعني خرجوها وداروها، خرجوها من داك السبيطار ديال الحمق ودخلوا دابا داروها في الحراسه النظريه. وهذاك المزيت مزيت قالك مشاو تصنتوا ليه في يتصنتوا ليه غير نص ساعه، زادوا نص ساعه اخرى فابور باش يكملوا مع ساعه مود تصنتوا ليه. واش على ما قال لك اسمه هذاك هذاك بيرنين. يمكن هذا تعيش في المان، وما قالش لينا بان الرئيس ديال المان استدعى الملك ديال المغرب باش يمشي عنده. هذه ما قالهاش. ايوا علاه كنتي غادي تقول لنا على كون كانت باطمه تقول لنا باطمه دارت وهذا، علاش ما تكلمتش على اسي اسمو مغربي بيرلين؟ علاش ما تكلمتش عليها؟ ايوا هذه جود نيوز. المغاربه تيعلقوا قال لك حقا ما في الدوش. ايه ما في الدوش، ما يقدرش يدير شي حاجه بلا ما قالت لي الحكومه. فهمتي لان هو رئيس ولكن دائما اي حاجه بغا يدير تقول لي الحكومه. ولكن عرفتي علاش هادو تبدلوا؟ لان ديك ماركو دي طبقتها هادو كانوا من البيد ليست، ومني كانوا في بيد ليست اسمها ديك الالمانيه الشرقيه ماشي بيد الشرقيه، هذيك الشرقيه كانوا هادو اللي حدانا الكبرانات كانوا تعطيهم الفلوس، لان هادو هذاك السوفيت بلوك. ايوا وهذوك باقي كانوا تيحنوا على الجزائر لان كانوا تما كانوا ساديين عليهم، كان الحيط ما كاين والو. فهمتي ايوا وهذوك ملي كانوا يشدوا البوفوار ديال مع ماركو، حيت ماركو كان تا هي كومينيست كان من الدولة الشرقية. ايوا بقاو غاضين عليه ملي عرفوا غيمشي قال لهم دي صداع مع المغرب، هي عارفة غادية فهمتي. ولكن ملي جاو هادو قالوا شنو لقاو هادو؟ هما يرجعوا هادو. جا الرئيس حق لا الرئيس ما يقدرش يدير حتى شي حاجة إلا ما قال لك تشانسلا ليكيفالون ديال البريمير مينيستر. فهمتي ما كاينش. ايوا فهمتي ماشي بحال الملكة لا ودي شي حاجة. ملي تجي تيقول اش غادي ديري؟ وتنسيتو معاها وزير تيمشي معاها، مشات شي دولة تنسيتو معاها وزير فهمتي. تيمثل الحكومة باش هذا فهمتي. قالك لا راه هاديك ما في الدول، اش ما في الدول؟ هاي اللي صافي هو هذا الدري ديال اسمو الدري ديال برلين ما قال لنا والو، علاش ما يقولهاش؟ هادي ماشي نيوز وورثي؟ لا ما تعرفش. هو دابا حلف قالك حلف تيبقى هذا، قالك نهار اسمو نهار الجمعه الجايه الجمعه الجايه غادي يكون حاضر، غادي يعمل لايف وغادي يحلل لك المؤتمر الصحفي. مؤتمر فاكين المؤتمر الصحفي غادي يحللو. ايوا ولحق 12 ماشي يصلوا ديك الصلاه ديال هاف داي شنو ديال لونش تايم ماشي الحجا صلاه الظهر، ماشي والله ما ماشي يصلوا، باقي يصلوا على حسب توقيت الرباط وسلام ومجاورهما. حدا هذاك اللي نسمع فيه اليوم هذاك عتيق تيلحن القران تيعاود ليه هذا وهذا وهذا وهذا، قال لك هذيك اسمها هذيك باقي يتكلم عليك القضيه ديال اكسا. ايوا انا اكثر عندي معاها مشكل، ولكن ديت مع الامبوزمان فهمتي، وعطاوني واحد الكومبنسيشن وما قبلتهاش فهمتي، وغادي يصبوا لي الدار وهذا. زعما انا ولكن انا راني نربحهم فهمتي.
ايوا ماشي بحال انت، ما كاينش، كاين الظلم في المغرب دي، كاين الظلم دي، الظلم حنا لا، حنا انا بلا محامي بلا والو، طلعت الامبوتسمان نقول شوفوا تشبلا، قلت لهم هادو اكسا اش داروا اش داروا اش داروا اش داروا، وخذوا لي الكيس ديالي اه، واكسا كل مره تكتبوا لي برا، اه تكتبوا لي برا، تقول لي هاكا 50 بون هاكا 100 بون، ايوا انا عندي ايوا نتسنى هذا. كيفاش ماشي انت اسمو واش يقول عتيق عتيق قال لك حيدوا لي داك البرنامج ديال هذاك، ايوا انت معلم يحيدوا لك، وانت غادي غادي شتي غادي قرب يموت جات تقول لي اجي ندير لك المسار وتصيفط، ايوا انت اكثر انت وليتي اكثر من الكوفيد. اه سي عتيق كان عندك واحد القايل يقول حاده حاده ولا شاده شاده فاش شنو هو مروكي؟ اسكت اسكت ما تخصش الهضره اليوم، اسمو اليوم ليله الخميس، لا لا ليله الجمعه، يقول لك شاده فشي حاجه هذيك القناه، هذاك الدري اللي كان شي تيخربق توا كان تيخربق في واحد شي برامج توا هذا، هذا كلهم كلهم داروا القناه كلهم داروها، فلهذا ما نطولش عليكم. هادشي اللي كاين هذاك اسمو هذاك اسمو والله نسيت سميتو، مروان لطفي، لطفي مروان هذا كنت قال هو 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 مع هو دار في هذا دار في هذا ودار في الزهراش ودار في تحفه ودار في اسمو هذا اسمو هذا تقولوا لي هذا مارك هذاك الدري هذاك هذاك هاف الفلاشة دار في دابا، ايوا ايوا ما كيديرو يدير في عباد دابا دار في دنيا مال مونيا مونيا الدنيا الله ما عرفتش شنو هي مونيا في هذاك الدري مول الشعر طويل سكتي الله بحال ملي يقول لك شنو يقول المغرب عطينا اسمو ادريس الحسن اسمو هذاك الدري اللي عندنا شادين في المغرب، اقول لهم نبدلو معاكم نعطيكم واحد نعطيكم واحد شي حاجه من الزياده شي باقي سنغافور نودلز كان معكم لور ابي ومع السلامه. ما قلت دابا ديروا لي عجبكم القوال، لا لا بدي لي هذا الفيديو تتحرقوا، اولا غادي نودعكم من هذا المنبر ونتمنى لكم ليلى، لا ماشي ليلى، ميلودا ميلودا سعيده. يلا سير 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 تقولوا السلام عليكم.